مشاهدينا الكرام، والآن ينضم إلينا من أربيل مراسلنا مصطفى سلمان للحديث عن استعدادات صحة العاصمة أربيل للحد من تفشي فيروس كورونا. مصطفى أهلا بك، وما الجديد أيضا حول جلسة مجلس الوزراء اليوم؟ تفضل. نعم، يعني بداية مساء الخير دلشين، مساء الخير على الزملاء في غرفة الأخبار وكل متابعي قناة زاغروس الفضائية. وزارة الصحة وصحة أربيل رفعت من سقف الإصابات في إقليم كردستان وفي أربيل على وجه الخصوص، إذ سجلت في الساعات الماضية 6 إصابات جديدة، 5 منها في حي المهندسين لأعمار مختلفة في أربيل. دلشين، الوضع الصحي وزارة الصحة في إقليم كردستان وصحة أربيل ودكتور دولوفال تحديدا اليوم حذر من خطورة الإصابات في إقليم كردستان، ودعا السكان بل شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي لا بد أن تتبع في إقليم كردستان، خاصة أنه أربيل قد خففت من إجراءات الحظر خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد من عدد الإصابات. وكما قال دكتور دولوفان في وقت سابق أن سبب ارتفاع الإصابات هو عدم التزام السكان بشكل كبير جدا بالإجراءات الوقائية، وهو ما دعا خلية الأزمة إلى إعادة فرض حظر التجوال لمدة 6 أيام في إقليم كردستان. دلشين، تجدر الإشارة إلى أن خلية الأزمة وبعد يوم واحد فقط من فرض حظر التجوال لمدة 6 أيام اليوم قامت بتخفيف إعلان تخفيف إجراءات الحظر. في الساعة 6 من مساء اليوم سيتم رفع الحظر بشكل جزئي، سيسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها، سيسمح للأماكن العامة التنقل داخل الأماكن العامة، سيسمح أيضا بالتنقل داخل الأحياء. لكن غرفة العمليات في إقليم كردستان وفي أربيل المتمثلة برئاسة السيد محافظ أربيل دكتور فرصد صوفي اليوم قالت أن هذا الإجراء سيتخذ بشكل قطعي، وأنه لا يسمح لأحد بالتنقل داخل محافظات إقليم كردستان، أي أن هذا الإجراء سيسمح بالتنقل داخل أحياء أربيل فقط. كما شدد محافظ أربيل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، منها الارتداء الكمامات في الأسواق وخلال المعاملات التجارية أو المعاملات في الدوائر الحكومية. أيضا وزارة الداخلية، السيد ريبر أحمد وزير الداخلية اليوم قال في بيان صحفي نشر على وسائل الإعلام، على الوكالات ووسائل الإعلام، قال فيه أن الوزارة اتخذت قرارا بخصوص العالقين من المنتسبين خارج إقليم كردستان. هذا القرار سيلزم العالقين خارج إقليم كردستان بالبقاء خارج الإقليم والالتزام بالإجراءات الصحية لحين انتهاء فترة الحظر المفروضة لمدة 6 أيام دلشين، وتنتهي يوم 6. يعني ربما، لا يوجد تأكيد حتى الآن، ربما سيتم فرض أو ربما ستتخذ إجراءات أخرى أو ربما سيسمح لهم بالدخول، لا نعلم حتى الآن. لكن بحسب وزارة الداخلية أن العالقين خارج إقليم كردستان يعني دعتهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والانتظار لحين انتهاء 6 أيام، أما بعدها فلا نعلم حتى الآن ما هو الإجراء المتبع من خلال وزارة الداخلية. دلشين، نعم، من أربيل العاصمة مراسلنا مصطفى سلمان، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي يستمر فيه الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في مدينة أربيل، يتوجه أغلب سكان المدينة إلى البحث عن حلول تعتمد على تكنولوجيا للتواصل كبديل آمن. تقرير أوفى مع زميلة سالي العصام. في ظل استمرار إجراءات الحجر المنزلي والتزام التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يفتقد سكان مدينة أربيل الزيارات والتواصل العائلي والاجتماعي، ودفع هذا الأمر العديد من العائلات والأصدقاء إلى البحث عن حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا للتواصل كبديل آمن. عائلة علاء البهائية يمارس أفرادها حياتهم العملية والدراسية كما كانت قبل الحظر، لكن من المنزل. احنا كشباب اكيد عندنا يعني طاقات هائلة، نحتاج دائما مثلا نطلع نلعب طوبة، نسوي رياضة، نشوف اصدقائنا، نشوف اهلنا وقرايبنا، بس اكيد بهذا الوقت يعني
ما نقدر يعني نسوي شيء، واحنا بالعكس لازم نكون كلش مساندين قرارات الحكومة بأن نقب البيت وننفذ الحظر يعني بالضبط مثل ما هو مطلوب. قمنا احنا بالضبط نستخدم تطبيقات مثل تطبيق الزوم، بدينا مثلا جلسات اكو شبابية تصير بدال مثلا ما احنا عادة متعودين نروح نتشاف نسوي ملتقى كبير، قمنا يعني بالعكس نشوف نسوي على اللابتوب تطبيق نتجمع. المدرسة اللي اني اشتغل بها سوت سيستم كامل انه تيتشينج اونلاين، يعني التدريس عن طريق وسائل الانترنت. استعملنا تطبيقين، تطبيق يعني ننطي الواجبات المنزلية وننطي فيديوهات، والتطبيق الثاني اللي هو نلتقي كليتنا على يعني الشاشة وندرسها ونتناقش بيها، فكان فشي كلش ممتاز. كأنما أنا عندي دوام يعني يومية، أنا من 10 إلى 3 عندي دوام، عندي صفوف. أما سيما فهي مواطنة من دولة الكويت، علقت كحال المئات من السياح في مدينة أربيل بسبب الحظر. تحدثت لنا عن استغلالها لهذا الوضع في إكمال عملها عبر جهاز اللابتوب فقط. أنا أجيت هون زيارة وبالآخر علقت هون مع الظروف الحالية اللي صارت، ما قدرت أرجع الكويت. فمن هذاك الوقت أنا عم بفكر، طبعاً بالبداية ما كان سهل، بس صرت عم بفكر أوكي هلأ أنا هون وما بنعرف قد المدة رح تطول، فلازم أفكر كيف أستغل وقتي بأحسن شكل ممكن. طبعاً أنا معالجة وبشتغل مع أطفال عندهم احتياجات خاصة، فمجرد أني تركتهم كل هالمدة كان إشي ما رح يفيدهم، ففكرت كيف أتواصل معهم مع الأهالي اللي موجودين. وهي أول استعمال يمكن للإنترنت كان موجود، إنه كيف أكمل الجلسات العلاجية بهاي الأوضاع. لقناة زاغروس سليل عصام أربيل. مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى محافظة دهوك، وينضم إلينا من هناك مراسل زاغروس الفضائية غسان خضر. غسان، مساء الخير عليك. ما هي الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا في دهوك بعد إزالة الحظر الكامل للتجوال اليوم؟ وبالأخص دهوك سجلت خلال 24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة. تسجيل 52 إصابة في 24 ساعة فقط يشكل يعني اتجاها خطيرا للفيروس في محافظة دهوك. ما سجل في اليوم الماضي يعادل ضعفين وقليل من ما سجل في 3 أشهر، وهذا في الحقيقة ينبئ بكارثة كما حذرت بذلك صحة دهوك. أيضا هناك موضوع ملفت في الإصابات المسجلة في محافظة دهوك. الإصابات هي من أعمار متفاوتة، هناك نساء وهناك رجال وهناك أطفال، على خلاف الإصابات السابقة التي كانت فقط تقتصر على رجال، بعضهم يكون قادم من خارج دهوك وبعضهم يكون يعني قد كشف عن الإصابة في وقت مبكر. الإصابات المسجلة في محافظة دهوك بالأمس أعلن عن 33 منها، واليوم أعلن عن 19 منها. في الحقيقة هذه الإصابة هي وهذا العدد الكبير بالدرجة الأساسية يعود إلى مشاركة مجموعة أشخاص في وليمة، أو هي ليست حفلة عرس كما قيل، ولكن هي يعني وليمة مكان ما. على العموم وضع خلية الأزمة في دهوك في الحقيقة يزداد تعقيدا، لأن الأشخاص المدعوين انتشروا والآن هي تبحث عن كل الذين يفترض أن يكونوا ملامسين. أيضا الصحة في دهوك تحذر بأنها ربما تسجل المزيد من الإصابات في الأيام المقبلة. أما فيما يخص حظر التجوال، في الحقيقة إلى الآن لم يرفع حظر التجوال في محافظة دهوك، كان من المفترض أن يعلن عنه الليلة الماضية كما أعلن في أربيل والسليماني، ولكن خلية الأزمة أجلته إلى اليوم بعد أن سجلت كم كبيرة من الإصابات. الآن في هذه الأثناء يعقد اجتماع لخلية الأزمة، يفترض أن تخرج بحزمة قرارات. طبعا الوزير الداخلية بالأمس أعطى صلاحيات للمحافظة أن تتخذ إجراءات حسب الظروف المناسبة. الآن الظرف في دهوك في الحقيقة يعني بدأ مختلفا تماما، ربما يفرض حظر التجوال أو ربما يخفف أو ربما يزال كما أزيل في دهوك في أربيل والسليماني، إلى الآن هذا غير معروف. عن الآن أيضا بانتظار هذا الاجتماع، لكن فعليا الآن هناك 91 إصابة في محافظة دهوك، وهناك 22 أو 21 فقط متعافية، أي أن هناك تقريبا 70 إصابة في الحجر الصحي، وهذا الرقم يعتبر كبير جدا وغير متوقع، وقد لا تستوعبه المستشفيات أو الأسرة الموجودة في مشافي الحجر الصحي. على العموم الآن في محافظة دهوك هناك اجتماع كما أشرت، نحن بانتظار ما يخص حظر التجوال والإصابات. دائرة الصحة في دهوك تتوقع
تسجيل المزيد من الإصابات، خصوصا أن الإصابات المسجلة هي لعوائل، والعوائل غالبا اختلطت في فترة العيد. نعم غسان، كنت معنا مباشرة من دهوك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة إلى زخو، معنا من هناك الزميلة نجلاء سندي، وهذه الرسالة المسجلة من هناك لطلعنا على أبرز المستجدات بشأن تطورات الأوضاع الصحية والوقائية في قضاء زخو. نعم تحية طيبة جميع مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس العربية. نعم يوم آخر يمر على أقليم كردستان ومدينة زاخو للتعايش مع إجراءات العزل الشامل الذي سينتهي في الساعة 6 من مساء هذا اليوم، ويوم آخر وعباء آخر يمر على الكوادر الأمنية المشتركة من الشرطة والمرور والآسيش وعلى الكوادر الصحية في يعني تحمل زياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا. خلية الأزمة في إقليم كردستان تؤكد أن الموقف الوبائي تحت السيطرة، لكنها قد تخرج من السيطرة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية. هناك انتشار القوات الأمنية كما تشاهدون للنقاط الأمنية، هناك يعني منذ بداية الحظر التجوال هناك التزام من قبل المواطنين. للحديث أكثر ينضم معي السيد الرائد محمد سليمان مدير بلدة مرور مدينة زاخو، حدث أكثر عن تلك الإجراءات. نعم ست، تنفيذا لقرار صادر من وزارة الداخلية بحظر التجول لمدة من الذي يبدأ من 1/6 ل 6/6، قمنا بنشر كافة منتسبين على المناطق الخارجية والداخلية لمدينة زاخو بالاشتراك مع قوات الشرطة المحلية وقوات الأصيش. إلى حد كبير أهالي مدينة زاخو ملتزمين بهذا القرار، واللي يخالف أو يكسر قرار حظر التجوال تتخذ بحق إجراءات القانونية. عدد المفارز الأمنية 20 نقطة مشتركة موزع على كافة على مدينة زاخو المناطق الخارجية والداخلية والأقضية والنواحي. شكرا جزيلا. نعم هناك يعني اعتقال المخالفين الذين لم يلتزموا بالحظر التجوال، هناك غرامات للمركبات، هناك انتشار للقوات الأمنية المشتركة في أحياء وأزقة مدينة زاخو، هناك دوريات للشرطة تقوم بمنع التجمعات للمواطنين، هناك التزام كبير من قبل المواطنين بالحظر التجوال الذي سينتهي في الساعة 6 مساء من هذا اليوم. نعم نعم مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى السليمانية، ومعنا من هناك مراسلنا شيار محمد. شيار مساء الخير عليك، كيف هي الصورة في السليمانية بعد تسجيل إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية؟ نعم دلشين مساء الخير عليك وعلى فلاح وعلى الجميع. طبعا يعني السليمانية دخلت حظر التجوال أو تخفيف حظر التجوال منذ ليلة أمس، ولحظة إعلان وزير الداخلية في حكومة أقليم كردستان أن يعني حظر التجوال سيتم تخفيفه، بدأت يعني الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة السليمانية. كما تشاهدين الآن أنا في سوق مولوي، السوق الشهير هنا في مدينة السليمانية، هذا الشارع الرئيسي، يعني بدأت الحركة تدريجيا تعود إلى السوق شيئا فشيئا هنا في مدينة السليمانية، من أجل يعني مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية من أجل يعني التخفيف من حدة الإصابات. يعني كما أعلنت مديرية الصحة في مدينة السليمانية منذ ليلة أمس وحتى اليوم، أعلنت مديرية الصحة في السليمانية أن يعني تم تسجيل 35 حالة في داخل مدينة السليمانية، إضافة إلى 7 حالات في إدارة رابرين وجرميان، ولذلك يصبح العدد الكلي هنا في مدينة السليمانية للمصابين 292 إصابة، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات خلال الليلة الماضية. نتحدث أكثر عن رأي المواطنين في هذه المرحلة وكيف هي الإجراءات المتخذة في المستقبل القريب أو الأيام المقبلة. ينضم إلي السيد مجيد، وهو يعني صاحب أحد المحال المتواجدة هنا في مدينة السليمانية. أستاذ مجيد مرحبا بك معنا في هذه المقابلة. رأيك هلا هالمرحلة شو تتطلب من المواطنين؟ أطلب من كافة مواطنين الإقليم الاهتمام بنظافة بنظافة الشخصية وغسل اليدين والاهتمام بالمأكولات النظيفة جدا، وعدم واهتمام بجميع أحوال المدينة، لأن هذه وباء خطير جدا، وكما نرى أن العالم فيها مشاكل جدا كثيرة. علينا الاهتمام، علينا تطبيق كافة
الأمور الصحية التي تخرج من الوزارة أو الدوائر الصحية لكل شيء، لأن هذه وقاية شخصية، هذه وقاية لكل، هذه وقاية للعائلة، لجميع أبناء الشعب، فعلينا الاهتمام. بالنسبة لك يا صاحب محل، أنت عم يعني ملتزم بالتعقيم اليومي، التعفير اليومي لمحلاتك، أنت على تلامس مباشر، يعني إذا جاك زبون مو ملتزم بالإجراء التعليمات الصحية، شو بتنصحه يعني؟ كما تراني يعني الآن الكفوف في يدي والكمامة على وجهي، وعدي مواد التعقيم يومية استعملها، وعلي الإعطاء الفسحة بين الشخص والآخر لحد مترين حتى لا تقترب الواحد إلى الآخر، فعلينا تطبيق كل أمور الصحية، لأن هذا خطر تواجه كل إنسان في هذا الوطن. طب في ناس لهلا مو مصدقة أنه الفيروس متواجد في إقليم كردستان، شو تنصحهم، شو تحكي لهم يعني؟ والله أنصحهم الاهتمام، لأن هذا كل شخص يصاب خطر جدا، يعني هذا مو شيء يعني تصيب واحد ما تصيب آخر، هذه وباء عالمي، يعني العالم أصبح في مشاكل جدا خطيرة، فعلى كل إنسان اهتمام بنفسه أولا، ولذلك علينا الاهتمام بالمواد الصحية، بغسل اليدين، بالمأكولات الصحية الجيدة، وعدم الاقتراب بين آخر وآخر، وإنما وعندما تأتيك أي حالة خطيرة جدا أول رأسا عليك الاهتمام والوصول إلى أقرب مركز صحي. وشكرا مجيد، شكرا لك لهذا الانضمام. طبعا يعني دلشين كما سمعت يعني المواطنون هنا يحاولون الدخول إلى يعني مرحلة جديدة، وهي مرحلة التعايش مع الفيروس، قدر الإمكان يحاولون الالتزام بالتعليمات الصحية، إن كانت أصحاب المحال أو حتى أصحاب المطاعم والكافتريات التي ستفتح أبوابها في الساعة 6 مساء من اليوم بعد التخفيف الحظر من قبل يعني بقرار من خلية الأزمة في مدينة السليمانية. إضافة لذلك يعني قائم مقامية السليمانية لجاه ومنذ الصباح الباكر هنا في السوق تراقب حركة السوق هنا، وتراقب يعني عدم مدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية من أجل مواجهة فيروس كورونا. يعني محافظ السليمانية أيضا دكتور هفال أبو بكر قال أننا دخلنا مرحلة خطيرة جدا في مواجهة فيروس كورونا، لكن يجب علينا يعني بالنهاية لا نستطيع توقيف الحياة، يعني الأكثر من شهرين هنا في السليمانية متوقفة، لا نستطيع توقيف الحياة وتأمين الحياة المعيشية للمواطنين، بالمقابل علينا التعايش مع هذا الفيروس، ولكن بطريقة نقوم بتطبيق الإجراءات الصحية والتعليمات الصحية. بالنسبة للدوام الرسمي يعني حتى هذه اللحظة الدوام الرسمي هنا في مدينة السليمانية سيظل مغلقا أو سيظل غير مفعل حتى السادس من الشهر الحالي. نعم دلشين. نعم الشيار، كان كلام الحجي سليم ومنطقي، عسى أن يطبقه جميع مواطني السليمانية ومواطني إقليم كردستان والعراق على وجه العموم. كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا جزيلا لك. ومن السليمانية إلى محافظة حلب الشهيدة ينضم إلينا مراسلنا أمير سليم ليحدثنا عن أبرز تطورات موضوعة رفع حظر التجوال هناك في محافظة حلب على الرغم من تسجيل إصابات جديدة في كل من أربيل والسليمانية وتوك. نعم أمير، مرحبا بك. نعم تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام. هنا في مدينة حلبشة بالأمس عقدت خلية الأزمة اجتماعها وقررت عدم تطبيق أو رفع قرار حظر التجوال داخل مدينة حلبشة منذ الساعة 6 صباح اليوم. المشهد هنا داخل محافظة حلبشة يختلف عن جميع مدن إقليم كردستان وحتى المحافظات العراق الأخرى، فكما نرى هنا نحن الآن في وسط مدينة حلبشة، جميع المحلات مفتوحة هنا، جميع المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الإنشائية والخضروات، الحياة طبيعية جدا داخل مدينة حلبشة. بسبب عند الظهور الأول لفيروس كورونا داخل مدينة حلبشة وبسبب التزام جميع أهالي محافظة حلبشة بالتعليمات الصادرة وبقرار، تم السيطرة على الإصابة بفيروس كورونا، تم تسجيل وآخر الحالات 15 من شهر نيسان، ومنذ 50 يوما دخلت محافظة حلبشة طور النقاهة، لم تسجل أي إصابات رغم الظهور الثاني لفيروس كورونا إن صح التعبير، الموجة الثانية داخل مدن إقليم كردستان وفي جميع محافظات العراق، ليست هناك أي حالة إصابة، لم تسجل أي إصابة داخل مدينة حلبشة. لهذا السبب أخذت
خلية الأزمة باعتبارها نقاهة مدينة حلبشة وعدم تسجيل أي إصابات، ومن جانب آخر بسبب الأجواء المعتدلة داخل مدينة حلبشة الموسم الزراعي يختلف عن باقي المناطق الأخرى، يتأخر إلى بداية شهر حزيران. فمنذ يومين بدأ الحصاد، موسم الحصاد في سهل شهر زور، وكذلك موسم جني الخضروات يبدأ في بداية هذا الشهر. لذلك قررت خلية الأزمة رفع حظر التجوال داخل مدينة حلبشة ليتمكن الأهالي والمواطنون والمزارعين اليومية. ومع ذلك شددت خلية الأزمة ودعت جميع الأهالي كما كانوا في السابق بالالتزام بالتعليمات الصحية في بيوتهم وكذلك في السوق وفي محال أعمالهم. ومن جانب آخر كذلك شددت خلية الأزمة بالالتزام بكافة التعليمات الصحية في معبري الحدود الموجودين في الضفة. نعم، شكرا جزيلا. نعم. الزميل أمير سليم مراسل زاغروس في حلبشة الشهيدة، شكرا جزيلا لك. أكد المدير العام لصحة الرصافة